من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بحمد ياسين والقرآن الحكيم وبمن اهترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبحوة الحروف والأسماء تاما وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات بينات وبأبي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مدري البهار ولا أنون يا من خزين بين كاف ونون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تجاد رضاك أنت وأنت أحلى ومحلا لسعادتك وغنى وأن تسرنا لنا جميع المرادات والمطالب وأن تضقفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحققنا فيك رجاءنا وأدخل في ذلك بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم قم حم في ضغط القبر والهوم إلى جنة جنة الغلوم إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله